يا رب الخطة تنجح. عمي ده تقول ليش يا عمي؟ أنا جاي أودعك. نعم. أنا عشت معاك أحلى أيام عمري، كياما زعلتني وعمري ما خدت هدومي ورحت لأمي. يا ابن طمراتي. أيوه صح برضو. أصل أنا جاي أقول لك خبر مش حلو. يعني أوحش منك؟ بكتير. ماشي قول. عمي أنا صحيت الصبح تعبان فحسيت كده بوغوشة في قلبي. وغوشة؟ آه. يا حبيبي الغير حاجته معاه معلش. جريت على دكتور علاج طبيعي. رحت هناك اكشف الدكتور اول مالك يا عم يعني دكتور علاج طبيعي ليه عندك شد في عضله القلب يعني لا انا سالت ايه التعب ده قالوا لي ده تعب طبيعي فرحت لدكتور علاج طبيعي ايه باين انك تعبيط يلا لا ما انا هقولك الراجل اول ما شافني قال لي يا لهوي انت حالتك بتسوق قلت له لا بتاخد تاكسي وقعدنا نهزر انا وهو ايه يا عم انت ايه هو الدكتور اهبل هو كمان لا انا بحاول اكذب انا بحاول بس اشرح لك الموضوع اخلص فقال لي اعمل اشعه عملت اشعه شفه قال لي لا اله الا الله انت محتاج عمليه مزمار حالا لا. ايه عمليه مزمار ازاي يعني هو قال لي مزمار معرفش لا ما فيش غير هما اتنين كانوا بيلعبوا مزمار في محمد علي وماتوا لا ما هو قال لي مش في محمد علي قال لي هتسافر بره فهات من عمك اكرم 500000 جنيه وهنسافر بره نعمل عمليه طب هو يعرف عمك اكرم منين يا كذاب ده دكتور هو دكتور ودكتور فيا يعني جاب 99% مش هيعرفك ايوه انا كنت ماده يعني بدرس في الثانويه العامه يعني يعرف الاتش 2 او مش هيعرفك ده بتوع علم علوم دولت يعني دماغهم راحت بعيد اسمع مني وقال لك كام بقى قال لي 500000 جنيه بس هروح بره عم بس تروح تاخدهم من عمك رمضان بقى عم رمضان اه على قلبه قد كده بس انت عارف عم رمضان جلد ما بيطلعش الجنيه ممكن لما اكون حلقه انسانيه كده ممكن قلبه يحن لا لا انا ماليش غير عم واحد انت عم يا ابني انت مش ابن اخويا اصلا انا ما اعرفكش انت هتتنكر مني عشان 500000 صدقني دي الحقيقه اللي انا مخبيها عليك بقالي 20 سنه انت بردان ولا ايه لا برجع بالزمن 20 برجع بالزمن لا يعني. لا ارجع ارجع لنا ماشي يا عم انت بتشتغلني صح مش بشتغلك دي الحقيقه يا ابني بجد انا مش ابن اخوك صدقني انت مش ابن اخويا امال انا مين انا احكي لك الحكايه من اولها بسرعه بس زمان كده عمك رمضان قلبه حن وقال لي انا اعزمك عم رمضان عزمك ما انت تسمع يعني بقيه الحكايه بدايتها كذب يا ابني مش كذب صدقني ماشي المهم فضلنا ماشيين بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا اركبوا اخلص اركبوا حاجه يا ابني بقول لك عمك رمضان عزمني نركب ايه ايوه صح المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه كده وشايله على ايديها عيل صغير اسمر سمار النيل انا العيل الصغير لا لا احنا كنا بنسال الست نروح الجيزه منين اي يعني دي كومبارس في الحكايه لا مش بطله خالص مش بطله بتحكيها لي ليه استنى بس انا مين لازم اعرف كل حاجه هقول لك دلوقتي دخلني بسرعه نبي. المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه وشها بشوش قوي ايوه وشايله عيل اسمر سمار النيل وماسكه ازازه ميه في ايديها انا ازازه الميه يا ابني لا ده عمك رمضان كان عطشان وعشان هو بخيل فمش عايز يشتري ميه فخدنا بقه ميه منها كده من اللي ريقه يا ريت ننجز في الجي بي اس ونوصل بس حاضر ما كانش في جي بي اس ساعتها يا ابني كان زمان بقى ماشيين المهم فضلنا ماشيين انت جاي معانا لا يا عمي عايز اعرف انا مين المهم فضلنا ماشيين لقينا لما كده وناس واقفه عماله تسقف وفي راجل طيب قوي يا منصف وواقف كده جنبه عيل صغير اسمر سمار النيل كده وشعره مكتكت كده وعسل والولد واقف يسقف فرحان انا الولد اللي بيسقف لا انت النسناس اللي هم كانوا بيسقفوله يعني انت اللفه دي كلها عشان تقول لي انت نسناس ما لازم اقنعك يا ابني تقنعني انا مقتنع وانا ما عنديش مرايه ما انا عارف ما دي الحقيقه دي الحقيقه يا عم بقولك امشي هتتنكر مني ابوس ايدك هات ال 500000 جنيه يا ابني 500000 جنيه انت لو حللت هتطلع برضو مش ابن اخويا صدقني لا طب اقولك حاجه انا هعمل الدي ان ايه واجيب لك النتيجه تديني 500000 جنيه وانت تعرف دي ان ايه يعني ايه يا جاهل انت معروفه دي ان ايه اختصار دي نتيجه اهلك بيعايروا العيل يعني هو لقيته ويعايروه يا عيني دي نتيجه اهلك اهم والنبي يا عمي طب ابوس ايدك انا ظروفي صعبه ما تتحايلش عليا لان انا مديون يا ابني انا ظروفي ما بقتش زي الاول مش هينفع يا عمي لازم تقف جنبي انا ما تتحايلش هتقعد تبوس ايدي ما تبيعنيش يا عمي ما تنزلش ابوس نفسك. ايدك انا عايز أبوس اسلك اصلا ايدك يا عمي انا واطي ما تبيعنيش عمي ابيعك مش هتجيب حاجه عمي ابوس ايدك ابوس ايدك يا عمي ايه الاوفر ده يالا بجد هو ده مش هو ده لا هو ده مش هو ده لا هو ده مش هو ده حلاوة مش هو ده حلاوة مش هو ده ايه ده ايه اللي بيحصل انت ايه اللي دخلك هنا يا حيوان يابا انت جاي في اي زيطه اي زفه ادينا فرصتها اطلع بره حاضر ايه ده مين مدرب القرود ده اللي في السلم هو 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 مين ده اللي هو ده هو ده بطل الاعلان هو ده الواجهه ده واجهه ايوه طبعا ما ينفعش دواسه حتى مش مهم شو اكتب عليا ويلكم وهنفع دواسه والله
بس ثواني، هو ده مين بيقول بطل اعلان؟ الاستاذ المخرج اللي هيعمل اعلان لوكندتنا يا سيدي. العبيط ده مخرج؟ تخيل. انا خلاص انا مش هعمل كاستنج. فكره فان كاستنج يا استاذ. انا هخليك. لا ثواني، انت هتكمل؟ انت قلت ايه حضرتك؟ فكره فان كاستنج. فان كاستنج؟ فان كاستنج. هو يوم اخبر باين من اوله. قال لك فكره فان كاستنج. ايوه طبعا، انا هخليك نجم مصر الاوحد. صح يا ابولو؟ ده هيبقى نجم مصر الاوحش. اوحد ايه؟ هو اسمه ايه؟ ابولو. وحضرتك اسمك ايه؟ لولو. ابولو ولولو؟ ايوه. انا لقيت اسم الشهره. حلولو. نجم حلولو بقيادة المخرج أبولو. حلو قوي. وقولو يا أستاذ أنت كده هتخلص عليا كده. يعني نعمل إيه يعني؟ حضرتك بتفهم في الإخراج؟ لا يا سيدي. هل أنت خريج معهد سينما؟ لا أنا خريج معهد لاسلكي. خلاص سيبني أشتغل يا سيدي. اتفضل. اتفضل يا أستاذ. إيه هقبض؟ أنا لسه ما عملتش حاجة. هتقبض إيه بس؟ أيوه عايزك يا عمي أبقى نجم وأنا اللي هديك ال 500,000. ده راجل ده الدور؟ احفظه دلوقتي حالا. أنا بحفظ بسرعة على فكرة يا أستاذ. احفظه بسرعه. ماشي. تمن جبنه رومي. اديه تمن جبنه رومي وخمسه جنيه فينو وخمسه بامبرز مقاس 7 وما تنساش الباقي يا حمار يا حمار يا حمار. لا لا الكلام اثر فيا. الورقه دي بتاعه البيت. خصين. هو حضرتك مهزق كده؟ ايه ده؟ هو المدام كبال وحمار. انا عرفت اختارني ليه. حمار فان كاستنج. وعليكم الفان كاستنج. انتوا جاهزين بالاعلان؟ ايوه يا سيدي. وده التتر. ايوه. يا عمي بس ده مخرج. انا مبسوط. انا عايزك تحفظ ده. هي دي. حاضر. ها كويس قوي. انا كده ناقص لي البنوته. نعم ناقص لي البنت اللي هتعمل اعلان. انت كل شويه تفاجئني يا استاذ. لازم ذكر وانثى. هو انت هتهجن؟ ايه ده؟ هو حكى لازم ذكر وانثى؟ ايوه. طب ممكن اول ولده ليا؟ ايه ده؟ هي واحد والنبي معلش انا بحب اربي حاجات. حاضر كده. حاضر يا سيدي. فانكاستنج. وعليكم الفانكاستنج. ها انا محتاج بنت حالا. حاضر يا سيدي. هروح اقلب لك اللوكانده على بنت. يا ريت. ها رف بقى من النجوميه دي حاجه تقرف. نحله منطلقه في عالم الفن. الناس بره شافوني قالوا هو الحيوان بتاع لوكنداتي وقعدوا يتصوروا معايا. ايه رايك يا الاعلان يا عمي؟ عامل ضجه رهيبه. واعلان عمك اكرم حد شافه؟ بتشتم بسببه. اللي شافه يقول لي ايه الاعلان، انما ده فعلا اعلان بسيط ووصل للناس. يا ابن البساطه هي اصل. انا عارف انت ما كنتش تقصد، انت قصدك بخل وخلاص، بس ربنا كرم. لا هي بص البساطه. ايوه. انت كان نفسك تبقى مدرس عربي؟ يا بتدينا عناوين واكتب ما لا يقل عن 10 صفح. ايه اللي على البساطه هي؟ واكتبوا يا اولاد. انت فاهمني؟ ها فاهمك يا عم. امال ايه؟ لا 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 بس ما تقلقش. الزباين ايه؟ الزباين موت يا ده. بص الزباين اللي بره قد اللي جوه 10 مرات. الحمد لله. ولا ايه؟ ما عايز الاوضه بتاعتك. إيه ليه يا عم؟ هتوضبها لي؟ لا ما هو عمك موضب نصها. وانا سايب نصها للعراقه والاصاله. عراقه ايه ده؟ شكلها مسخ يا حاج. نص ونص ايه؟ ايوه ما هو اصر يدهن لك النص ده يبوظ المنظر. لا عم معلش، بس عمي حبيبي انت عايز بس انت هتسيبها لي عشان هاجرها للزباين. عندي زباين زياده. هتاجر الاوضه للزباين؟ وانا اروح فين؟ انا الصراحه ما فكرش في الموضوع. انا فكرت ان اخدها منك بس بقى انا افكر في كل حاجه. ايوه صح. هتقطع نفسك تفكير. طب اقول لك حاجه، انا هريحك. اجر لي شقه مفروشه. ها انا بقول لك مره واحده مفروشه. ايوه ليه يا تعملها كام دي؟ ايه شقه مفروشه هنا يعني؟ انا هختار حاجه غاليه حاجه. ايوه هتعمل كام؟ 3,000 جنيه. ليه احنا هنشتريها؟ هنشتريها؟ ها؟ نشتريها ب 3,000 جنيه؟ دي لو في الزمالك. ما زمالك ايه؟ ده 3,000 جنيه هديهم للسمسار اقنعه ينزل يفرجني. لا ياض انت مالك ومال الحاجات دي؟ امال ايه يا حاج؟ استغفر الله العظيم. لا استغفر الله العظيم في ايه؟ وانا طلبت في ايه؟ لا يا بص انا خليك تنام في الحمام. الله كان حلم حياه. ايه اللي انام في الحمام؟ تراوه ياض وبيقفل الساعة 9. يا بيقفل 9؟ ما الزبائن بتشتكي على فكرة موضوع انك ليه بتقفل الحمام الساعة 9؟ وهو كده ده يعني النظام. يعني ناس تتزنق للساعة 8 بس؟ معلش ده النظام اللي عندي. يعني اللي مش عاجبه النظام يسيب نص وكندتي يروح لأكرم بقى. انت اتغيرت يا عم من ساعة ما الزبائن كترت في ايديك وانت اتغيرت. ماشي ماشي يا عم. بس انا هتجنن بقى. معقولة الإعلان المعفن ده اللي متصور بموبايل معفن الناس تخش اللوكان ده قد كده وزباين داخلة زباين خارجة وأنا صارف دم قلبي محدش يبص لي حتى؟ لا وكمان العيال على الفيسبوك شايلين دماغي وحاطين مكانها بيضة.
تضحك يا تافه؟ لا ده انا افتكرت حاجه بس. يا اكرم يا اخويا حبيبي، لو احتجت فلوس ولا حاجه قول لي، هقول لك مفيش. يا عم كفي نفسك يا عم، انت بتدي حد حاجه؟ وبعدين كنت جبت لنفسك حته هدنه. مالها الهدمه دي؟ ده ماركه يا عم. ماركه؟ اه ماركه ايه بقى ان شاء الله؟ ماركه اي حاجه اي كلام وخلاص. ماركه امال ايه؟ ما تردش عليه سيبه، هو هتلاقي بس البيضه بقت مسلوقه ولا حاجه. ايه ما السخافه دي يالا؟ معلش انا اخش لو عايز اي زبائن، ابعت لك زبونين ثلاثه يمشوا الحال عندك. لا لا خليهم لك، خليهم لك اصل عند زبائن جوه قد ايه؟ ده هنا وكتير ما شاء الله. ايه اوعى يا زباين، حزوه يا زباين. هو عنده زباين من نوع السنافر بس. تعال حاسب، خد الزبون ده. ده كنت هدوس عليه. تعال يا زبون. زباين كتير قوي. ولا الشهرة يا عم؟ الشهرة حاجة تقرف. انت تعمل لي فيها امير كرارة يا معفن انت. مع احترام الامير كرارة يعني، انا معايا اتنين مساعدين واقفين بره. عندك اتنين مساعدين؟ اه. انت ماشي على كبالن دلوقتي بقى. كبالن ايه؟ بقولك لا اتنين بيساعدوني يعني. اه طب ما هو معاه ناس قد كده. هو معاه ناس اكتر. اه طبعا معاه اكتر منك واكتر من اي حد. بجد والله؟ اه ده معاه سعادة وخيري ورشاد وبدوي. خيري ورشاد وبدوي؟ اه. هو حنفي القباة؟ لا ما ده نجم يالا. ماشي لو هو باشا مصر فانا زبال مصر. جاي لك يا نجوميه.